حلقة جديدة من برنامج عن قرب. غدوة الحقي راهي قابس باش تسكر المداخيل الكل، وأول بلاصة باش تسكر المجمع الكبياوي التونسي. يا ناس الكل تفيق، يا مش لازم تفرج تاريخ بلادك، تفرج تاريخ بلادك ونوصل هذا سنين الله من جدودنا من جدودنا تفرجوا. المكان هذايا أول حاجة تاريخي، ثاني حاجة هذا رزق الناس كل. رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية، أهم النقاط اللي موجودة في الرسالة هذه هي ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في الكارثة اللي موجودة، كيف طالبنا السلطة بالتعويض للتجار اللي ضرروا للأسف، لأن التجار هذوما ما بقاش عندهم موارد رزق عائلاتهم. التجار اللي ما يحسبهاش دارها راه مش جابس، واليوم شوفوا داركم كيفاش. الموعد سهرة الاثنين بداية من الساعة 9 مساءً.